قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. رسميا لاعبين بارزين يعودان لفريق الوداد الرياضي. عاد لاعب خط الوسط الميدان لفريق الوداد الرياضي سفيان كركاش والنيجيري ميتيل بابا طوندي إلى استئناف تدريباتهما مع فريق الوداد الرياضي استعدادا لمنافسات الموسم الكروي المقبل. وتدرب كركاش وبابا طوندي رفقة المجموعة الودادية بعدما استفادا من عطلة إضافية حددتها إدارة الفريق الأحمر التي رخصت لهما الالتحاق بشكل مؤخر بسبب الإصابة التي كان يشتكي منها الأول وعودة الثاني من بلاده التي تنقل إليها لزيارة عائلته. وعاد كركاش وبابا طوندي إلى تداريب الوداد الرياضي أمس الاثنين وشاركا في الجزئين البدني والتكتيكي وفق البرنامج الإعدادي للفريق. وكان كركاش متواجدا ببلجيكا بترخيص من إدارة الوداد الرياضي حيث كان يخضع لبرنامج تأهيلي قصد استرجاع لياقته بسبب الإصابة التي كان يعاني منها اللاعب. وينتظر أن يحسم التونسي البنزرتي المدرب الجديد للوداد في مصير كركاش وطوندي سواء بالاعتماد على خدماتهما الموسم المقبل أو التخلي عنهما وتمكينهما من أجل البحث عن فرق جديدة يلعبون لها الموسم المقبل. يذكر أن الحصة التدريبية المذكورة للوداد أشرف عليها الطاقم التقني المساعد وغاب عنها المدرب المؤقت الأرجنتيني ميشيل أنخيل غاموندي، علما أن الحصة التدريبية ليومه الثلاثاء سيقودها فوزي البنزرتي الذي سيتم تقديمه بشكل رسمي للاعبين.